مصر تقترب من عتبة المستقبل. خارت قوى المحروسة تحت وطأة المظاهرات والانفلات الأمني، لكن العتبة قادمة قادمة، إما أن نعبرها أو نرتد للوراء. ننتظر قرنا آخر لتأتي الديمقراطية. اليوم عادت الدماء تجري في عروق المصريين في الغربة. حكم لهم القضاء بالتصويت على مصير الوطن بعد الثورة. شعرنا أننا اقتربنا من العبور ومشينا خطوات للأمام. لكن اعتصامات أمناء الشرطة أعادتنا خطوات للخلف مرة أخرى، ومصر تائهة بين الخطى. يبدو الآياء واضحا أحيانا على وجه أم الدنيا. طالت فترة النقاهة وأغرقنا القلق، لكن التاريخ يعلمنا أن مصر لا تموت.